مشاهدينا، وللحديث أكثر عن التطورات في السودان بعد التحركات العسكرية الأخيرة والصراع السياسي والعسكري المستمر، معنا المحلل السياسي السوداني الدكتور عبد الرحمن الخالدي. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. هذا فريق عمل قناة الرافدين ومتابعي ومتابعات قناة الرافدين عبر العالم. أهلا بكم دكتور وكل عام وأنتم بخير. يعني ما طبيعة الخلاف الذي ظهر بين الجيش السوداني الذي يقوده الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو؟ لماذا برزت اليوم على سطح هذه الخلافات؟ أنا بالبدء أؤكد على نقطة مهمة جدا، إن هما الاثنان عملة وصار لعملة واحدة، الجيش الدعم السريع وكان لعمله واحده، وهما الاثنان مسؤولان عن جريمه قتل الاحتطام في القياده العامه للقوات الشعب المسلحه التي راح تحيرها الاف او مئات الاطراف من السودانيين. دائما مشاكل السودان هي في القياده، ازمه القياده في السودان، معاني السودان من ازمه القياده. الان الخلاف هذا يغلب عليه طلب النهوض والطموح الشخصي وعرض البضاعة على المجتمع الخارجي لتجميع الشعب. كل يريد أن يثبت عضلاته بأنه هو المتحكم وأنه هو صاحب القرار. طيب، إلى أي مدى يهدد هذا الخلاف بإحداث انقسام حاد داخل مؤسسة الجيش السوداني؟ ولماذا الآن بالتحديد؟ وطبعا واضح أن هذا الخلاف المناورة هي احد الاسلحه المستخدمه، فمن يستبعد حدوث انقسام داخل الجيش في الوقت الحالي بسبب نظره العسكر للدعم السريع كجسم سرطاني او ميليشيا ضرريه. بنفس الوقت ما هي مراكز القوى الدعم السريع وفي الجيش؟ هما نفس الجنرالات قيادات الدعم السريع معظمها هم جنرالات في الجيش، من القوات المسلحه تدعم الجيش، مستشاري قائد الدعم السريع وقيادات الدعم السريع هم في الاصل ضباط عظام في القوات المسلحه. فاذا من المستبعد حدوث انقسام داخل الجيش بالنظره الجيش طبعا هو جيش قديم، الجيش السوداني هذا يرجع الى تشكيل جماعه محمد علي باشا. لكن علينا ان لا ننسى ان قوات الدعم السريع الان طبيعة الصراع نفسه انه قيادات الدعم السريع نفسها هم قيادات في الجيش، وكمان اكثر من ذلك انه قوات الدعم السريع نجحت في خلق تحالفات مع القبائل، جميع قبائل السودان الان موجوده في الدعم السريع، فالتوازن موجود. هنا هل ما زالت المؤسسة العسكرية في السودان ملتزمة بالعملية السياسية والتوافق داخل السودان وسط الاتهامات المتبادلة بين الطرفين؟ إطلاقا المؤسسة العسكرية لم تكن في يوم من الأيام هي ملتزمة بالاتباع السياسي وبما تقطعه من الوعود. تابعنا منذ فجر الثورة الى انقلاب 25 اكتوبر، غادت العسكر غير مؤمنين تماما بالتحول انتمائهم وولائهم المتجدد لحاضنه النظام السابق، وتشجيعهم من الحاضنات بعض الحاضنات الاقليميه في الجوار ومحاوله انشاء تجربه حلوليه لدوله حلوليه مع السودان لتطبيقها في السودان للاسف الشديد. طيب، مقومات إتمام هذا الاتفاق السياسي في السودان، هل لا تزال هذه المقومات متوفرة؟ من يمتلك القدرة على التأثير لإنهاء هذا الخلاف بالمؤسسة العسكرية؟ أستاذ مستبعد في حصول اتفاق ينمو حرب الطموح، لكن ممكن نقول الهدنة متوقعة. لماذا الهدنة متوقعة؟ بوجود تقارب في توازن القوى، ليس هذا اقوى من هذا، هنالك تقارب في توازن القوى، فلذلك مستبعد انه يحصل اتفاق ينهي حرب الطموح وينهي الانتدابات الاقليميه مع اللاعبين الاقليميين من دول الحوار من القوى الدوليه في السودان
لكن يمكن تكون بهدنة. طيب يعني هل تتوقع تحول هذا التحشيد لمواجهة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني؟ إلى أين يمضي السودان وسط هذا المنعطف الخطير اليوم؟ بما يجري الآن وحادث الآن الصياد وتعقيدات الوضع الراهن الآن والاحتقان الحاصل، من المستبعد جدا حدوث مواجهة مسلحة بسبب يعني اتساع حدود المعركة نفسها والتباين في موالاة السكان، سكان السودان يعني شعب السودان حسب التوزيع الجغرافي والعشائري والخلفيات الحزبية التقليدية، يعني نفس يعني قوات الدعم السريع هنالك مناصرين لها سياسة الشاح وقوات الجيش نفس الشيء، ولكل مناصروه ولكل أعدائه. فإذا مؤكد أن المجتمع جدا حدود مواجهة، أنا أقول ذلك بسبب حدود الانتصار هو الطرفين بجميع بقاع السودان. نعم. طيب دكتور، هنا أيضا يعني سابقا كان الخلاف مستمر ما بين القوى المدنية والمؤسسة العسكرية، اليوم الخلاف حصل داخل المؤسسة العسكرية، هل هي ربما مناورة داخل أو من قبل المؤسسة العسكرية لإبعاد القوى المدنية أو تأخير الاتفاق معها؟ أعود للنقطة الأولى، إن هنالك صراع على الصمود السياسي، تغارب قائد الدعم السريع مع القوى الديمقراطيه اعتبره قائد الانقلاب او قائد الجيش، هو طموح سياسي غير مشروع ويحسبه يعني ضربه له وعدم، فلذلك ظهر هذا البيان القائد السياسه المسلحه مع دب ناقوس الخطر يحذر القوه، يعني بيان غزير يعني. فالخلاف السياسي هو خلاف سياسي على التوجهات المستقبليه، وهو صراع على تحقيق ثروات البلاد، كل يريد الكيسة يقتل من الكيسة، وأكثر من ذلك أنه يعني في هذا الصراع طويلة وعميقة ومراكز القوة موجودة مختلفة. نعم. المحلل السياسي السوداني الدكتور عبد الرحمن الخالدي، نعتذر منك لضيق الوقت، نشكركم على المشاركة معنا في بانوراما الرافدين.